بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أنا سوف أعرض عليكم هذه الشقة، عبارة مكونة من غرفتين، دحين بصور لكم من الداخل. طبعا هذه شقة أرضية ركنية، طبعا هي مجمع سكني. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه مدخل الشقة، طبعا هذه الباب، هذه بداية ما شاء الله تبارك الله. هذه الصالة صغيرة، هذه بداية الصالة. طبعا ما شاء الله تبارك الله، يعني حتى البويه جديدة ما شاء الله تبارك الله. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذه حمام، طبعا ما شاء الله كل شيء مركبها جديدة، الحلقون والباب، وعندك يعني السباكة، كل شيء جديدة مركبة. هذا دورة المياه الله يكرمكم، المغسلة جديدة. طبعا هذه غرفة، هذه غرفة عفوا، وهذه غرفة ثانية. تبارك الله شقة نظيفة ما شاء الله، شقة جديدة ما شاء الله تبارك الله. طبعا السلامين، وهذه صالة. مساحتها صغيرة لا بس، وهذه المخرج الثاني، هذه البوابة الثانية، وهذا المطبخ. طبعا كل شيء جديد ما شاء الله مركب. هي غرفتين وصالة، الصالة هذه صغيرة يعتبر كذلك زي الغرفة، غرفتين وحمامين الله يكرمكم، وصالة ومطبخ. طبعا فيها الكهرباء والموية والغاز، جميع الخدمات موجودة. وهذا المخرج، يعني ممكن